حياكم الله جميعا. في هذا الدرس سوف نتحدث عن ازاي الكاميرا فولو وان اوبجكت، ازاي الكاميرا تتبع اوبجكت معين. اولا افعل سكرين كاست كيز، هضيف الكاميرا. مبدئيا الاوبجكت عندي بيتحرك بهذا الشكل، ممكن الحركة تكون بطيئة شوية. تمام، هخلي الحركة ديت بدل منها بزي اخليها لينير بحيث تكون منتظمه. ما عنديش كاميرا، ضفت انا الكاميرا. اول مبدئيا هضيف ام بي تي كيوب، وهنا هضيف ام بي تي بلين اكسس. طيب هختار البلين اكسس، هذا بقى الكونسترين تشايلد اوف ذا كيوب سيت انفرس، بحيث لما احرك الكيوب يتحرك. طيب اختار برضو الكاميرا، اختار الام بي تي، اختار الكاميرا تشايلد اوف زي كاميرا. انفرس. اختار ال empty child of camera ثم بعد ذلك اضيف track 2 لل empty لحد ما اتاكد ان الاكسات صحيحه. ممكن يكون ماينس اكس، لا ماينس واي، لا ماينس زد. ماينس زد شغال كويس، بحيث لو حركت الام بي تي هيتحرك، لو حركت الكيوب هيتحرك التراكنج، حركت الام بي تي برضه هيتحرك. الكيوب نفسه. طب ليه في ام بي تي مختلف عن الاوبجكت؟ عشان احيانا ممكن نحتاج نحرك الكاميرا حركه بسيطه بعيدا عن ان الكيوب يتحرك، او الاوريجن، ممكن الاوريجن الكيوب يتحرك نفسه فمش عايزين يتقيد. يبقى اذا الطريقه بنضيف اتنين ام بي تي، الاتنين بنضيف لهم اوبجكت تشايلد اوف كونسترين للكاميرا وللاوبجكت، يعني اتنين ام بي تي منفصلين عن بعض، واحد للكاميرا والتاني للاوبجكت. ثانيا انا لو كده ضغطت دي الكاميرا بتتحرك، المفترض عشان الكاميرا في نفس الاوبجكت فحرك كده الكاميرا هنا وليكن. خلينا نشوف مرة أخرى إذا بيتبع، بحيث في أي فرصة ممكن أحرك ال MBT Object زي ما أنا عايز. إذا دي الحركة عندنا، دي النتيجة النهائية. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.